Ouais, c'est Dreri, j'espère que vous allez bien. D'abord, ma fait Instagram, ma YouTube. Merci d'avoir fait le vlog. Yallah, fuck. Baki mchakik, baki mamsaw la halti la walou. Anne juste le repas numéro 1. Ma tansmiyach le fطور. Hit kem aarftou hnaya, ma kaynch le fطور le gda ou le cha. Kayn repas 1, 2, 3, 4, 5, 6, tel 7, tel 8 ila mumkin. Donc, bqaw معايا, ansaw le fطور, nwerikom ki tansawbou. Et puis voilà, à d'avoir le store qui m'a trouvé sur Instagram. Bien sûr, ajoutez-vous sur Instagram quand on a les repas chaque jour. Quand on a les repas chaque jour, parce que nous aurons le bénédicte. Bien, il a pris tout seul. L'hadef d'yelk, c'est que tu es dans la marhala liya, t'as que le wajabat d'yelk. Donc, on aurait comme qui t'a nous le store d'yali. À le store, allez, tu vois, fais gaffe les vlogs, à tu vois, tout le monde sur Instagram. Donc, on aurait comme qui fait ce qu'on nous. مرحبا بكم تاني في الكوزينه. اول حاجه كنبدا بها الصباح ديالي هي واحد السيترو ديال الماء. كنبدا كابسول تاع كالسيوم ماغنيزيوم زنك، موراها كابسول تاع الملتي فيتامين، موراها الاوميغا 3، و واحد الفيتامين اللي تيهملوه الناس بزاف، البي 6 والبي 12. غادي ندير عليهم واحد الفيديو ان شاء الله على لي فيتامين وعلى لي كومبليمون. تناخذ هذا الشيء، تناخذ معاه 5 غرام ديال الجلوتامين. هذا هو باش نبدا الصباح نخلطهم مع والو. تناخذ 5 غرام فوالا. مباشرة وريكم بدا الحانوت. هذا هو الحانوت، حانوت اخر ديال الفرماسية. préparation c'est le repas numéro 1. On a 8 billets de البيض. On a toast à pain complet avec un peu de fromage. On a 80 grammes de choufan avec 25 grammes imma de les amandes ou de noix de cajou. D'abord, on va manger le repas là et on se voit inchallah le repas j'ai. Ouais, inchallah famille. D'abord, la charge. Aujourd'hui, on a le sabt. ولكن غادي للمدرسه باش نقرا في لا بيبليوتيك واحد شويه عندي ما نقدي بوغ لا سيمين بروشين. كما شفتوا الشميشه بدات تخرج معايا الشكاره، شكاره الوجبات. السيكتور ديالنا ها هو، لا هذا هو سيكتورنا. قضيه الشمشات هنايا، الصيف بدا، الصيف راه ديجا كومونسي هنايا. دونك دابا غادي للمدرسه الوجبه معايا، ما نخرجش الا ما عنديش الوجبه. فوالا، نتقاشعوا تبارك الله. و
واش هاد الدراري دابا يلاه وصلت في ستاسيون ديسونس كما تشوفوا مختلف على المغرب بزاف. كتجي كدير لا كارت ديالك هنايا كارت دو كريدي، واللي ما عندوش تيمشي تيخلص هنايا وتيقول ليها النمره تاع لي غاز ستيشن ديالو وتيطلقوا ليه ليسونس. فوالا لا ابخي هنايا تيبداو تيسولوك اسئله هنايا مباشره. وكتبدا فوالا بوحدك، ما كاينش ديك كتوقف في ستاسيون. خويا عافاك شي 100 درهم د المازوت، خويا عافاك شي 40 درهم ديال المازوت. كتجي كتسير براسك وكتمشي. Keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. الباركينغ ديال المدرسة اليوم خاوي، سي نورمال اوني سامدي تيقراو كاع الناس سامدي. غير لا بيبليوتيك محلولة، لا ليبغيري باردون، ولا لا بيبليوتيك ولا شبا كومون دي محلولة. ديكو فوالا دابا انا كنتمشى في الكومبوس، هذا هو الكومبوس ديالنا. هنا تيبنرو دي نوفو باتيمون والله ما عرفت بيديرو هنايا. وصلنا لا بيبليوتيك، نبدا تندوي بشويه باسكو نبقى لو دو بارلي. هما الاقسام هنايا، الماء صالح للشرب، ما تنساوش تشربوا الماء 3 5 لتر بار جو مينيموم. اوبس هذا كلش لي با دي فلاير ولا شي حاجه يجي محفوظ. الأقسام تماك، هنا بيبليوتيك تاني، هنايا سكسيس سنتر، اللي عندو شي تمارين تيجي يعاونو هنايا، فوالا، هنا زعما لي تروفي، نهار نديو لاكارت برو إن شاء الله، نجيو نحطوها اليوم هنايا تحنا، هانتوما، اللي عندو شي ديبلوم نحطو هنا. Thank you.
يلاه سالي القرايه عطي دماغي المعيش غلات في البولا انت لا عرفت توا ستيلو هذا فين بقى واحد ليا عرفتي داك عرفتي داك النجار اللي تيجي عندك في المغرب ديما كتلقاه دير شي ستيلو هنايا ديال النجار كان واحد النجار سميتو عزيز واه الله يعمر هذا دابا غنمشي ناكل الوجبه الثانيه كليت الوجبه الاولى تقريبا مع 11 دابا جوج تعطلت شويه الى 3 دونك غنريح فهاد الجريده هادي ها هي غنريح فهاد الجريده هنايا وناكل الوجبه دابا وصلت وقيت الوجبه عندي هنا 200 غرام تاع الدجاج 200 غرام تاع الروز وشي شويه تاع خيزو فوالا غادي ناكل هاد الوجبه هادي الروز بارد الدجاج قاصح ثلاثه السوايع هو في الشكاره مي بون ما عندك ما دير هادشي هذا غتشوفوا ديما باش نوريكم بان الا بغيتي توصل راه خصك تاكل هادشي هذا يكون بارد يكون سخون يكون قاصح ما يكونش فيهش مثل ما دا خصك تاكل فين ما مشيتي تجي معاك الوجبه وعين دابا غادي ناكل عاد ندخل للدار باش ما نضيعش له واش الله فامي يلا سالينا الوجبه هي دابا لقيتوني هنايا كنت ناكل مع الطبيعه بحال قاعد في شي بيكنيك والشموشات نعما سيدي طابعه بحال قاعد في البلاد وصلنا للوجبه نيميرو 3 عندي 200 غرام ديال الروز شويه تاع البروكولي 200 غرام ديال الدجاج حبه ديال الميتي فيتامين حبه ديال الكالسيوم ماغنيزيوم زانك وحبه ديال الاوميغا 3 دراري هاد لو روبا دا غادي تشوفوه ديما انا سا مي ديرونج با ناكل لا ميم شوز كل نهار بليزيوغ فوا بار جو انا سا مي ديرونج با صافي واحد 2 زون ولا 3 زون ناكل نفس الوجبه بزاف الخطرات في النهار سا مي ديرونج توجور با ديكو دابا غادي نضرب هاد الوجبه هادي نتسنى واحد 45 مينوت ساعه ونمشي لاصال اليوم نهار السبت ساليت البروغرام ديالي كله غندير غير البوان فيبل غندير جوج تمارين في الصدر وشويه الكتاف لي زابدو لي مولي وكارديو ونخرج في حالاتي نوريكم فاش نشوفو في لاصال ديكو دابا ناكلو هاد الوجبه هادي نستراح واحد 40 مينوت ونتلاقاو في لاصال يلا لبست حوايجي غادي لاصال اليوم كما قلت لكم نهار السبت عندي لي بوين فابل وعندي لي زابدو ولي مولي تشوف كلشي في لاصال دابا كنوجد لي شيكر اللي غادي نتي معايا لاصال هنا عندي فوس لاصال كنتي معايا سكوب ديال في سي ا انا ندير سكوب بونس نتي معايا سكوب بونس ديال البي سي ا وسكوب ديال كاربونايل الكاربونايل هو كارب تيتهضم بالزربه الدراري هاد كالبولين هذا كارب تيتهضم بالزربه كيتهضم تقريبا في 10 دقائق بحال اللي قلتي الواي ايزولات الا هذا الكارب نقدر نسميوه كارب ايزولات الا كتسمى بحال هكا جي سي با المهم هاد الكارب هذا كتاخذو اما قبل من لاصال اما بوندون لاصال ولا مباشره بعد الحصه انا بيرسونيلمون كناخذو في وسط لاصال كيتميكس مزيان مع الماء كتشربو بحال تشرب الماء ما تيتقل عليك ما والو انا شفت الفرق فاش كنت نتريني بي وبلا بيه شفت الفرق ديال الكاربولاين هو بحال شكل تاع فيتارغو غير هو كيتخلط حسن من فيتارغو انا فيتارغو صراحه ما جربتوش قريت غير شي ريفيوز في انترنت قال لك بان فيتارغو ما تيتخلطش مزيان هذا كيتخلط مزيان وفاش كتشربو بحال كتشرب الماء ما تيتقل عليك ما والو اللي ما عندوش لي كاربس رابيد ياخذ جوج بنانات قبل من لاصال ولا ياخذ حبه ديال البطاطا 30 ا 25 مينوت قبل من لاصال فوالا ديكو دابا غنخلط هاد لي دو شيكور ونتقاشعوا في لاصال هاني دابا يلا خرجت من الدار واحد النصيحه عندي لكم الدراري زدت معايا بنانه نزيد نكربي بها واحد شويه حيت اليوم نهار البوان فيبل دي غلوسيد اون بلوس صافي دما لا بيرسون ديكو زدت معايا البنانه ناكلها دابا في الطريق وكنبي ندوي على واحد الموضوع فيت في فاش تخرج من دارك خص يكون عندك البروغرام واجد ماشي انت حتى كتوصل لاصال عاد كتقلب علاش دير لا فاش قبل ما تخرج من الدار وجد البروغرام ديالك شوف اش غادي دير كلشي في عقلك باش فاش توصل تبدا مباشره ماشي تمشي ليك 15 دقائق نشوف هادي ندير هادي بلاتي هادي نو دابا انا خارج من الدار وعندي البروغرام غادي نوصل نسخن واحد 5 مينوت وغادي نبدا مباشره My heart
So many things that I left unsaid.
طفاو عندنا هذوك الضو راسها تقريبا خاويه، بقينا غير وحدنا انا والدراري صحابي يزان شاكر. غادي تشوفوه شاكر تينشف ويزان بحالي الضخامه. هادو هما الدراري معايا تنتريني، اشوفوهم ديما في الفلوق ان شاء الله. انا نوريكم النيفو تاع شاكر السيمناجي تينشف هي شويدات هي ويل سي ان شاء الله. سو سي يو ات هوم من نمبر 4 بوست ورك اوت. هذا الوجبه مورا لاصال معنا شاكر راه واقفين واق سخفان شاكر. غادي نديرو 250 مليليتر دو لي داموند، هيا غنديرو فيها 100 غرام تشوفان معبوره، غنديرو فيها 50 غرام تاع لي فخوي فخيز و فخومبواز، غنديرو فيها بانانا فوالا. ومع هادشي هذا غادي نزيدو 5 غرام ديال الجلوتامين، غنزيدو معاها جوج سكوب ديزو، فوالا غنطحن هادشي نشربو، غتكون هي الوجبة 4 مورا لاصال. نتشوفو في الوجبة 5. مرحبا بكم داني في هاد البلاصة، ديما غادي تشوفوني فيها، ديما تشوفوني في الكوزينة. دابا تنوجد الغوبا الخامس والسادس اللي غناكل من دابا واحد شوية، عندي غوبا 5 ومن بعد عندي غوبا 7. كيما تتشوفوني عندي البروكولي طيبتو بواحد الفران، هنا عندي ميزان، ديما يما فيش تلاتة معرفت علاش، خصني تنعاود نوريك عادي ولي زيرو. هنايا عندي الدجاج هو تيطيب، هنايا عندي الروز، وهنايا الدجاج تاني، فوالا غادي نوجد غوبا 5 و 6 ونتشوفهم بعد. كيما شفتو قبيله الدراري بحال الوجبة التانية والثالثة حتى حاجة ما كتبدل، 200 غرام ديال الروز، 200 غرام ديال الدجاج، شوية البروكولي، وهذه هي الوجبة الخامسة. دونك فوالا ناكل هاد الوجبة ونمشي نعس 12 تقريبا، غوبا نيميرو 6. نتمنى يعجبكم الفلوق الاول، هذا هو الفلوق ليا اول مره تنهز الكاميرا وتندوي، دونك الا كانوا شي اغلاط ولا شي حاجه سمحوا ليا. ما تنساوش تابوناو في لاشين، لايك بارطاج وبارطاجي مع اصحابك. لي فلوق جايين تاني هربانين، ونتشوفوا ان شاء الله في الفلوق الجاي.